هل نادي الاهرام هينافس الاهلي والزمالك على البطولات او على اللعيبه حتى؟ لا طبعا مستحيل. نادي الاهرام حقق صفقات كانت الاهلي والزمالك بيتخانقوا عليها. لا ما حققش ولا صفقه من الاهلي والزمالك بيتخانقوا عليها خالص، هو بس النادي الاهرام عمل على سعر اللعيب بس. انا شايف ان هو فاشل، اسلوب نفسه غراقي، اسلوب غراقي كمان. يعني واحد جاي معاه فلوس يرميها وخلاص، ممكن اي لعيبه باسعار يعني مش معقوله. حسام البدري وخد لعيبه كتير وبيحاول يعني ينافس على المركز الاول، بس انا اقول له حاول تنافس على المركز الثاني مش الاول. ايه تعليقك على نادي الاهرام الجديد؟ هو تركي آل الشيخ ده النادي المصري عمله في استثمار، فهو اختار مجال الرياضه يتعامل فيه واختار نادي الاهرام وتقريبا هينجح، هيبقى باريس سان جيرمان كده بمعنى اصح. هل نادي الاهرام هينافس الاهلي والزمالك على البطولات؟ اه اكيد، لانه هي جاي بعناصر قويه قوي، وهي جاي لعيبه من الاهلي ومن الاهلي السنه دي لعيبه كبيره فطبيعي. على قد ما هو شايف ان في ناس شايفه ان هو سبوبه وتركي الشيخ داخل يستثمر في مصر وكده، على قد ما انا شايف ان هيبقى في منافسه قويه في الدوري المصري، ده حاجه حلوه. بصراحه انا شايفه دلوقتي هينافس على الاهلي والزمالك على الدوري وهيعلى من مركزه شويه. ايه تعليقك على نادي الاهرام الجديد؟ فكرته حلوه، بس فكره ان حد عربي يخش يشتري نادي من عندنا من المصري غلط، مش صح، انا مش مقتنع بالموضوع ده. وكنا نغير اسمه، لا ما خليه زي ما هو بنفس اسمه. زائد بدل ما انت اشتريت نادي موجود اساسا، طب ما تشتري حاجه هنا، يعني تشتري له مقر هنا مثلا في القاهره، بحيث انك انت تعمل له حاجه زي توسع. ده فكره، دي الفكره الاولى، انك انت لو هتشتري خلاص، ولو ان موضوع ان الفيفا توافق على ان يعني واحد عربي يجي يشتري نادي كمان، انا دلوقتي هيبقى ولاء لمين؟ ولاء لمصر ولا انا بشجع دوله السعوديه؟